يعني ما شاء الله تلاميذنا فرحونا بنسبة ما شاء الله كما عودونا، يعني كل عام كانت نسبة مرتفعة، وهذا كامل بفضل السيدة المديرة اللي دائما واقفة وصاهرة على كل ما يجري داخل المؤسسة. أنت أستاذة، كيفاش توصفينا اليوم النتائج هذه؟ هل كانت مرضية وحسب توقعاتكم؟ لا والله كانت نتائج مرضية، يعني حسب الأسئلة اللي كانت موجودة ومقترحة في شهادة التعليم المتوسط، يعني معك تعرف الضغط تاع التلاميذ مع طريقة الإجابة ربما تكون مختلفة من طريقة التصحيح من أستاذ إلى أستاذ، لكن على العموم ما شاء الله، إن شاء الله الفرحة تكون عارمة إن شاء الله معي.